رومانسية موسيقية كلاسيكية غنائية كورالية أحيتها أوركسترا أوروفيوس بقيادة مؤسسها المايسترو أندري المعلولي بمشاركة عازفة البيانو لين جناد، والتي تلعب الدور الرئيسي في الحفل، وذلك على مسرح قصر الثقافة بمدينة حمص. الأمسية تضمنت مقطوعات للموسيقى الكلاسيكية من المكتبة الموسيقية العالمية بنمط جديد وبأسلوب الموسيقى اللاتينية. البرنامج كان بيتضمن السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، السيمفونية 40 لموتسارت، قطع مثل فوريليز لبيتهوفن، سوناتا رقم 17، مقطوعات من اللغات الموسيقية الكلاسيكية العالمية، ولكن كتبت بلغة مختلفة، يعني وكأنها رؤية مختلفة للموسيقى الجادة. انكتبت بأسلوب اللاتين ميوزيك، وهذا الشيء يمكن بيجعل هذا النمط الموسيقي أقرب للجمهور. قدمت برنامجي الخاص يلي هو موسيقى كلاسيكية تلتقي بالموسيقى اللاتينية، أنا هيك بسميه كلاسيكس ميتس لاتين. فسعيدة كتير بأنه قدمت هاي التجربة لجمهور حمص، ومبسوطة لتفاعل الجمهور معه. الجمهور حمص المخيف المثقف هو اللي بيخلينا نكون تحت المسؤولية دائما. اليوم كان حفل مميز كتير، جمهور غفير جدا كان حضران. المسرح بيتسع لحوالي 890 شخص، كان في حوالي 1500. جمهور حمص الذواق والمتعطش دائما لسماع كل ما هو جميل حضر هذه الأمسية بمختلف الأجيال، ليؤكد أن الفن الراقي يبقى راسخا في أذهان الأجيال شيبا وشبابا مهما طال الزمن. كثير أحسسونا أنه نحن ما عم ناخذ المقطوعة جامدة مثل ما أخذناها بالصورة اللي نحن بالشكل التقليدي أو حسب النوطة، إنما أضافوا عليها لمسات حلوة، لمسات، وكانت هاللمسات حلوة. أمسية كتير حلوة، وكتير انبسطنا بالموسيقى، وموسيقى موسيقيين وموسيقى احترافية، وإن شاء الله تنعاد مرة تانية. ونحن بصراحة محتاجين بهالأيام نسمع هيك موسيقى بتغذي الروح. يعطيهم ألف عافية، عن جد مبدعين. وسط حفاوة كبيرة وتصفيق حار من الجمهور، قدمت الأوركسترا المؤلفة من 40 موسيقيا و12 مغني كورال، إضافة إلى العازفة الرئيسية البيانيست لين جناد، أمسية موسيقية برؤية مختلفة والتي تركت أثرا جميلا في نفوسهم. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من مسرح قصر الثقافة في حمص.